هو الرئيس الذي وعد بأن يضع أمريكا أولا في كل شيء يقوم به، لكن دونالد ترامب اليوم متهم بنسيان كلمات النشيد الوطني الأمريكي الذي يود أن يضعه أولا. التعليقات على فيديو ترامب والنشيد الوطني كانت متباينة. هافينغتون بوست تقول: الرئيس لم يردد كل كلمات النشيد الوطني قبل المباراة بين فريقي جامعة جورجيا وجامعة ألاباما. مواقع التواصل المحافظة مثل ذا كولومبيا بيوغل يقول: الرئيس احترم النشيد الوطني. مدح ترامب قائلا انه احترم النشيد الوطني وليس مثل بعض لاعبي كرة القدم الأمريكي الآخرين الذين جثوا على ركبتهم اثناء إحدى المباريات اعتراضا على التمييز العنصري في الولايات المتحدة. ولكن موقع بوليتيكال رايزن يقول: الرئيس لم يكن يردد الكلمات الصحيحة للنشيد الوطني. ولكن هل نسي ترامب بالفعل كلمات النشيد الوطني الأمريكي؟ هذا هو مقطع الفيديو الذي يظهر فيه، لتحكموا بأنفسكم. هو صمت احترام أم نسيان؟ الوقت سيجيب على ذلك. شكرا لكم مشاهدينا، انتهى وقتنا لترندنج لهذا اليوم. إلى اللقاء.